السلام عليكم. في فيديو اليوم راح نستعرض لكم ابرز الالعاب اللي راح تصدر في شهر مارس. مع انه كان في تاجيلات كثيره الا ان شهر مارس مليان بالتجارب المتنوعه. بوكيمون ميستري دانجن ريسكيو تيم دي اكس ريميك للعبه اللي نزلت في 2005 من تطوير سبايك تشان سوفت ونشر بوكيمون كومباني، مع اسلوب رسوم مميزه واضافه خصائص جديده مثل الحفظ التلقائي وتطورات الميجا وغيرها الكثير. اللعبه قادمه في 6 مارس على اجهزه النينتندو سويتش. أوري and the Will of the Wisps لعبة المنصات الاستثنائية برسوم خلابة والألحان العذبة. اللعبة تعد بتجربة فريدة في عالم يشجع على الاستكشاف، وراح تصدر على الإكس بوكس 1 والبي سي في 11 مارس. My Hero Wants Justice 2 الجزء الثاني من اللعبة القتالية من الأنمي الشهير هيرو أكاديمي، مع دعم لطور 3-3 لاعبين مع عدد أكبر من المقاتلين وتنوع أكثر في الضربات والمؤثرات البصرية. اللعبة قادمة لكل من البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 والبي سي والسويتش في 13 مارس. نيو 2 لعبة الاكشن ار بي جي من تطوير تيم نينجا ونشر سوني انتراكتيف، وهي الجزء الثاني من سلسلة نيو اللي صدرت في 2017. اللعبة فيها تحسينات كثيرة عن الجزء الاول من تنويع الاعداء ودعم اللعبة التعاوني حتى 3 لاعبين. اللعبة قادمة حصريا للجهاز البلاي ستيشن 4 في 13 مارس. Animal Crossing New Horizons لعبة محاكاة للحياة الفريدة تعود بعد غيابها لمدة 8 سنوات. في هذا الجزء راح تعيش بجزيرة، ووقت اللعبة يمشي مع وقت حياتنا الواقعية. اللعبة تبدأ فيها بانتقالك لجزيرة نائية، ومع الوقت راح تطورها ويبدؤون الحيوانات يسكنون فيها. أحد أهم العوامل الجديدة على هذه السلسلة الأساسية هو إضافة الكرافتنج اللي خليك تبني أدواتك اللي راح تستعملها في قطع الشجر، الحفر، وصيد السمك والمزيد. هذه اللعبة بتصدر حصريا على سويتش في 20 مارس. Doom Eternal لعبة التصويب الدموية تعود في مغامرة جديدة مع معارك سريعة ومليئة بالحركة مع عدة أسلحة ومهارات جديدة. اللعبة قادمة للحاسب الآلي والبلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 وخدمة ستيديا في 20 مارس. Half-Life Alyx أخيراً لعبة من سلسلة Half-Life ترجع لنا بعد سنوات من الانتظار، ولكن هذه المرة لأجهزة الواقع الافتراضي. أحداثها بتكون بين أحداث الجزء الثاني والأول، واللعبة بتصدر في 23 مارس. Bleeding Edge لعبة الأونلاين من المطور البريطاني Ninja Theory ونشر إكس بوكس Game Studios. اللعبة تحتوي على 12 شخصية متنوعة، كل منها لها تخصصها ومهاراتها الخاصة. اللعبة راح تصدر حصريا على الإكس بوكس 1 والبي سي في 24 مارس. One Piece Pirate Warriors 4 لعبة جديدة للأنمي الشهير One Piece، وهذه المرة مع أسلوب ألعاب الواريورز اللي تعودنا عليها أنها تقدم لنا كمية أعداء كبيرة، وفي طريقك راح تقعد تبقس فيهم وتضربهم بشخصيات الأنمي المعروفة قدراتهم الخاصة. اللعبة بتصدر على البي سي والإكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 والسويتش في 27 مارس. Persona 5 Royal نسخة محسنة من أحد أفضل ألعاب الـ RPG اليابانية هذا الجيل، مع عدة إضافات من شخصيات جديدة، قصص، مشاهد سينمائية، والعديد من الاكسسوارات الجديدة. اللعبة قادمة حصريا على البلاي ستيشن 4 في 31 مارس. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة، مع السلامة.